كابتن علي مسري نجم فريق العين ومنتخب الإمارات وأحد أعمدة الدفاع في نادي العين في الفترة من 98 ل 2009، وأحد الأعمدة الكبيرة في خط الدفاع على المستوى الدولي مع منتخب الإمارات لحوالي 6 سنين من 2001 ل 2007. كابتن علي برحب بيك، منور الدنيا، سعداء بوجودك معانا على شاشة قناة الأهلي، وأكيد منور بلدك التاني مصر. أنا الأسعد أستاذ محمد، وتحياتي لجميع المستمعين لهذا البرنامج الجميل. ونحن في مصر أم الدنيا صراحة، الواحد يعجز عن إيجاد الكلمات المناسبة لهذا الاستقبال وحفاوة الاستقبال في بعض من الجماهير اللي كانت موجودة من يومين ومن 3 أيام في القاهرة بانتظار هذا اللقاء الكبير اللي راح يجمع العملاقين اللي على مستوى الكرة العربية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون اللقاء إن شاء الله ممتع للجميع، سواء جماهير النادي الأهلي الكبير أو جماهير العين اللي قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة. المباراة في حد ذاتها أكيد لم يسبق لها مثيل بحجم مباراة تحت شعار الاتحاد الدولي فيفا، فشايف الأجواء إزاي المباراة وعلى المستوى الفني كمان؟ والله على الأقل خليني أحدثك عن أجواءنا نحن العيناوية في استعدادا لهذه المباراة. للأمانة هذا اللقاء الأول اللي يجمع بين العين والأهلي المصري كبير الكرة العربية وسيد أفريقيا والنادي الأهلي المصري. اليوم حتى لو ما كانت المباراة رسمية، حتى لو كانت المباراة غير رسمية، هذا يعتبر تشريف لأي لاعب يخوض لقاء أمام الأهلي المصري في وسط جماهيره في ملعب استاد القاهرة. هذه فرصة كبيرة تسجل في سجلات هؤلاء اللاعبين اللي نتمنى إن شاء الله أنهم يكونون عند حسن الظن ويقدمون مباراة كبيرة مع زملائهم في النادي الأهلي. طيب فريق العين الإماراتي، يمكن وأنا بقى بكلم واحد من المدافعين صخر الدفاع العين في فترة ذهبية، هل العين السنة دي بيعاني في خط الدفاع ولا التعديلات اللي تمت على التشكيلة، صفقات جديدة ضمت لسه الفريق في بداية شكل بداية الموسم؟ صحيح. هو شوف للأمانة يعني على أساس أكون صريح معاك، هو الفريق دائما العين لما يكون في أفضل حالاته يتميز بأن دفاع المجموعة يكون عنده على مستوى عالي جدا. لكن الفترة الماضية نفس ما ذكرت بأن الفريق استقبل العديد من الأهداف خصوصا في المباريات الكبيرة على مستوى النخبة الآسيوية حتى على مستوى الدوري، وكانت مش فقط بسبب اللي هو العناصر الفرديه اللي موجوده في خط الدفاع، لكن هي منظومه الفريق الدفاعيه اللي تحتاج الى عمل كبير من السيد هرنان كرمسبو خلال الفتره القادمه، خصوصا امام فريق الاهلي المصري في مباراه بكره. لكن انا اعتقد ان المجموعه عندها الامكانيه انها تقدم مباراه دفاعيه على مستوى كبير، خصوصا انهم يمتلكون امكانيات. نحن نتكلم عن بارك لاعب منتخب كوريا، نتكلم عن يحيى لاعب منتخب الامارات حاليا ومحور، نتكلم عن كوامي لاعب منتخب الامارات، كاردوسو والقادم من الدوري البرتغالي، بندر لاعب منتخب الامارات، ايريك واحد من افضل الاظهر الشمال الموجودين على مستوى الكره الاماراتيه، كذلك عندك مجموعه كبيره من اللاعبين اللي ممكن يعملون كسته موجودين في كمحاور واربعه مدافعين، وحتى مع الكابتن خالد عيسى اللي ما كان متوفق في المباراه الماضيه، لكن الجميع يعلم امكانيات هذا الحارس وامكانياته الكبيره، وكان مساهم بشكل كبير بان هذا الفريق يصل في يوم من الايام الى نهائي كاس العالم للانديه، وكذلك قدم مستويات كبيره جدا مع المنتخب في بدايه التصفيات. انا دائما انظر الى الموضوع بان لكل مباراه ظروفها الخاصه استاذ محمد، يعني اليوم لا يمكن انك تحكم على شكل الفريق الدفاعي بناء فقط على ما شاهدته في اخر 3 أو 4 مباريات للفريق، لان لكل مباراه ظروفها الخاصه. في بعض المباريات العين كان مطالب بالذهاب للامام، مطالب بتقديم شكل هجومي مميز، ومجموعه اللاعبين اللي على الاطراف بالنسبه للعين لما تتكلم عن رحيمي، تتكلم عن كاكو، تتكلم عن زنابري الارجنتيني القادم اخيرا من مؤخرا من الدوري الارجنتيني، هذول اللعيبه يمتلكون مواصفات هجوميه اكثر منها مواصفات دفاعيه، ويحتاجون فتره طويله جدا عشان يتاقلمون على السيستم التحول الدفاعي او الارتداد الدفاعي بطريقه ممتازه. لكن انا شخصيا اعتقد ان شكلك الدفاعي يعتمد دائما على قيمه المنافس اللي يكون امامك. انت لما تلعب مباراه مع نادي كبير وعملاق مثل النادي الاهلي المصري، لا يمكن انك تلعب مباراه مفتوحه او لا تعتقد انك ستجد المساحات اللي من خلالها ممكن تقدم مباراه هجوميه على مستوى عالي. فانا من هذا المنبر وامام مستمعينك ومعك استاذ محمد، اعتقد ان مباراه الغد راح يكون شكل الفريق دفاعيا ربما مختلف في افضل حالاته. طيب سؤال اخير، بكره هتكون موجود في استاد القاهره، مستني اللحظه دي طبعا. اكيد مشهد بتستناه وبتترقبه، احساسك ايه؟ طبعا الاحساس التواجد استاذ محمد في ملعب القاهره معقل النادي الاهلي المصري وامام جماهيره اللي الجميع يتحدث بان مجرد الدخول من بوابه هذا الاستاد هي تسجيل لسجل جديد في السي في، سواء لك كلاعب او لمدرب او حتى كمتابع واداري مع الفريق. هذا حدث كبير جدا بالنسبه لنا كعين، ولا تنسى بان المباراه هذه هي تشمل بطل 3 قارات، يعني غنوصيا افريقيا واسيا، المباراه الافرو اسيويه
المنتصر فيها او المشارك فيها، خلني اقول حتى قبل الحديث عن نتيجه المباراه، المشارك فيها هذا يعتبر سجل حروف، سجل في سجل لها، سجل اسمه في التاريخ، في سجلات التاريخ. طبعا 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 اكيد. كابتن علي انا بشكرك، منور الدنيا ومنور مصر، وبالتوفيق دايما باذن الله. شكرا جزيلا كابتن علي مسري، احد اعمده الدفاع في فريق العين ومنتخب الامارات.